هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في ساعة المنتدى. معكم أمال علي والزملاء في الإذاعة لساعة هذا اليوم السبت 13 من ديسمبر. في ساعة هذا المساء سيرافقني لاحقا الزميل جمال عثمان حمد، وسنخصص هذه الساعة للتحدث والعكس على لجنة تقصي الحقائق الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، وسنتحدث بالتفصيل عنها. نبدأ قبل ذلك بنشرة للأخبار، فأرجو أن تبقوا معنا وأهلا بكم. لا تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يفوق قيصر جديد. لا 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 تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يفوت قيصر جديد، وبعد كل سائر يموت أحزان بلا جدوى ودمعة سدى. دمعة سدى تحتاج دوزنة المنتدى. في نشرة هذا المساء، وصول وفد بريطاني إلى أسمرة للتباحث مع حكومة إسياس في مسائل الهروب المتزايد للشباب. البرلمان الدنماركي يدعو للتحقيق حول قرارات وزارة العدل بشأن طالبي لجوء الإريتريين. اللاجئون الإريتريون والسوريون لعام 2014 يشكلون 50% من عدد اللاجئين الوافدين إلى دول الثراء السياسي والأمني والاقتصادي.
ومنظمة العدل الدولية لحقوق الإنسان تقول بفشل المفاوضات المصرية الإثيوبية حول مياه النيل واحتمال شراء السعودية ومصر لجزر إريتريا. الأخبار بالتفصيل. على خلفية الاجتماع الذي عقد في روما بإيطاليا في الأول من ديسمبر الجاري بهدف التفاكر والتباحث بين الدول الأوروبية ودول القرن الإفريقي في قضايا اللجوء والإتجار بالبشر، والذي ضم وزراء من دول الاتحاد الأوروبي ونظائرهم من دول المصدر بدول القرن الإفريقي، على خلفية ذلك بعثت بريطانيا بوفد إلى أسمرة للتباحث مع الحكومة الإريترية في الأسباب التي تؤدي إلى هذا الكم الهائل المتزايد من اللجوء بأوساط الشباب الإريتري من بلاده. وأشارت مصادر المنتدى إلى أن حكومة أسمرة والوفد البريطاني الزائر تحدثا مطولا حول المسببات والدوافع التي تقف خلف ظاهرة اللجوء المتدفق وخاصة للشباب، وناقش الوفد الآليات التي تحد من فعالية مجموعات الإتجار بالبشر. يذكر أن وزير خارجية إسياس السيد عثمان صالح كان قد خاطب هذا المؤتمر بقوله أن حكومته تدين الإتجار بالبشر وأنها على استعداد لتقديم ما بيوسعها لمحاصرة هذه الظاهرة. أما متابعون للمشهد السياسي بالقرن الإفريقي يضعون مقاربة مماثلة بين الوفد البريطاني الزائر والوفد الدنماركي الذي زار أسمرة من قبله، وأوضحوا أن بعض الدول الأوروبية تسعى لتحقيق مصالحها الوزارية والانتخابية الخاصة بغض النظر عن الكثير من اللافتات التي ترفعها والأخذ بأي مبرر يعفيها عن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية حيال قبول طلبات اللجوء. كما عبروا للمنتدى عن دهشتهم وصدمتهم في بحث مسائل يعلم مسبباتها القاسي والدني، وكذا عن استغرابهم من إهمال السياسات الخريبة والمدمرة للأوطان والمواطن بدول المصدر والبحث عن مشاجب نستهجنها وندينها بدورنا، إلا أنها في النهاية جزء من حلقات مكملة للحلقات الأساسية الطاردة من الأوطان والمشكلة لجذور ظاهرة اللجوء. ذكر موقع دوليس الإلكتروني بأن أغلبية النواب في البرلمان الدنماركي طلبوا بتحقيق حول مشاركة وزيرة العدل الحالية ميتي فريدرسكون وسلفها كارين هيكروب في القرارات الأخيرة المتعلقة بطالبي لجوء الإريتريين، وقد حظي الاقتراح بالتحقيق بدعم من أغلبية سياسية برلمانية تتألف من حزب الوحدة وحزب الشعب الاشتراكي وحزب الشعب الدنماركي. وقد طلب وزير العدل البرلمان للحصول على تقرير من دائرة الهجرة حول القضية، إلا أن الأغلبية البرلمانية دعت إلى التركيز على دور آخر لوزيرين سابقين على تعقب على وزارة العدل والنظر في تعاطيهم مع قضية طالبي اللجوء الإريتريين. وقال متحدث باسم الحزب الليبرالي لاديرا في طلب تقرير من دائرة الهجرة، ولكننا نريد أيضا شرحا لدور الوزير لأنه مسؤول سياسيا عن التقرير وأنه صدق على التقرير الذي عدته دائرة الهجرة وأشاد به في بيان صحفي. وعلى ضوء ذلك انسحب البروفيسور جايم كبرأب من تقرير دائرة الهجرة الدنماركية وهو المصدر الوحيد الذي ورد اسمه في التقرير، وعبر الدكتور جايم كبرأب عن استيائه لما وصفه بعدم الأمانة وإساءة التصرف في إفاداته من قبل المسؤولين الدنماركيين. وكانت دائرة الهجرة الدنماركية قد أعدت من قبل تقريرا لنتائج معرفة ببعثة لتقصي الحقائق إلى إريتريا للتحقق في الوضع الأمني، وخلص التقرير إلى أن الخدمة الوطنية في إريتريا ليست مخاطرة تستدعي الهروب، ووصفها بأنها مزيج من الخدمة العسكرية والعمل من أجل الدولة والحكومة، بما يعني أن إعادة طالبي اللجوء من الدنمارك إلى إريتريا لا يعرض حياتهم للخطر. وحسب صحيفة بوليتيكا فقد قالت مقررات لجنة الهجرة بالبرلمان أنه من الضروري معرفة كيف تعاطي الوزارة مع القضية مشككة في أن دائرة الهجرة حاولت تنفيذ رغبة الحكومة من خلال التقرير. دعا الممثل السامي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عبر خطابه الموجه للمجتمع الدولي عامة والدول الغنية خاصة إلى الاهتمام أكثر بالمسائل الإنسانية الملحة في الحماية والرعاية التي يتطلبها حال اللاجئين
خاصة وأن هؤلاء اللاجئين دفعوا دفعا من أوضاع قاسية ببلادهم واجتازوا مخاطر جمة فرارا مما تركوه خلفهم من انسداد الأفق السياسي والاقتصادي. جاء حديث الممثل السامي للاجئين في اجتماع شارك فيه عدد من مسؤولي الدول المعنية وكبار ممثلي موظفي الإغاثة الأممية وضباط حرس الحدود البحرية، فضلا عن مناصري ومحامي منظمات حقوق الإنسان وأكاديميين وخبراء. تبادلت الجهات المشاركة في الاجتماع خلال يومين الآراء والمقترحات ذات الصلة بسيل تدفق اللجوء، والمجتمعون أشاروا إلى تفهمهم للأثر السلبة للجوء بدول الاستضافة في أمنها واقتصادها ومجمل المضاعفات التي تترتب على ذلك. ومع هذا المسؤولية الإنسانية المشتركة والعهود والاتفاقات في هذا الصدد تحتم ضرورة أن تراعي هذه الدول المضيفة المعاناة القاسية والحقيقية التي تعرضها إليها هؤلاء اللاجئين في بلدان المصدر من قهر سياسي وأمني وبالتالي اقتصادي. لهذا نشد الممثل السامي الدول الغنية كافة كي تؤمن لهؤلاء اللاجئين قدرا من الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية والكرامة الإنسانية التي افتقدوها في دولهم. وأوضح الممثل السامي بأن عام 2014 شهد 384 ألف لاجئ إلى أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا، وذلك عبر طرق خطرة ومحفوفة بالمآسي. وقال أن احتمالات الهلاك فيها كانت أكبر بكثير من احتمالات النجاة، وهم الآن قيد عمليات وإجراءات طلب اللجوء. 205,000 من هؤلاء أبحروا عبر المتوسط إلى أوروبا، وأن 80,000 لجأوا إلى السعودية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، و55,000 إلى جنوب شرق آسيا. وأردف قائلا أن نصف هؤلاء اللاجئين هم من إريتريا وسوريا. كما استطرد مناشدا وموصيا بضرورة أن تنظر الدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين إلى الأسباب والجذور لظاهرة اللجوء وبحث المعالجات السليمة والدائمة عبر التحقيق المستفيض في المسببات الحقيقية التي تقف خلف موجة اللجوء للأفراد من دول المصدر كالأسباب السياسية والأمنية، بدل الحلول القصرية المؤقتة المتمثلة في الإعادة إلى بلدانهم الأصلية دون انتفاء الأسباب الطاردة لهم في الأساس. علاوة على هذا، نوه على أهمية أن تتحمل الدول المعنية دورها الإنساني في إنقاذ اللاجئين الأفارقة في البحر المتوسط، منتقدا التراخي الذي ظهر مؤخرا في التخلي عن إنقاذ اللاجئين الذين يتعرضون إلى الغرق في البحر المتوسط، خاصة وأن هذه الإجراءات والتدابير لا تحد ولا توقف من ظاهرة تدفق اللجوء من إفريقيا. أكد تقرير لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان أوردته صحيفة الحدث اليمنية أن فشل المفاوضات مع إثيوبيا حول حصة مصر للمياه النيل وأزمة سد النهضة الإثيوبي ينذر بكارثة فعلية واندلاع حرب بين مصر وإثيوبيا بعد اكتمال بناء السد، رغم مساعي الحكومة المصرية لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة. وأشارت المنظمة أن المفاوضات الدبلوماسية حول مشروع سد النهضة الإثيوبي ربما تفشل في تغيير الموقف الإثيوبي وإصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة. ولفت المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي أن هناك كثير من الاحتمالات المؤكدة لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد 4 سنوات، من بينها إقدام مصر على نشر قوات عسكرية في السودان، وهو احتمال ضعيف في ظل اتفاقيات موقعة بين نظام البشير وإثيوبيا. والاحتمال الآخر هو نشر قوات مصرية بجيبوتي والصومال أو بناء قواعد عسكرية مصرية خليجية هناك وفق اتفاقية الدفاع المشترك. وأكدت المنظمة أن مصر والسعودية ربما تقومان بشراء أو استئجار مجموعة من الجزر الإريترية المطلة على البحر الأحمر لصالح الجيش المصري، وذلك لضرب إثيوبيا عسكريا في المستقبل حال استمرارها في بناء سد النهضة الإثيوبي، لأن إثيوبيا دولة حبيسة ليست لها منافذ على البحر الأحمر لشن حرب ضدها عبر مياه البحر الأحمر. نهاية النشرة.
صوت المنتدى. أهلا بكم مستمعي الأعزاء مجددا، وأرحب الآن بزميلي جمال عثمان حمد الذي ينضم إلي في هذه الساعة من ميلبورن. مساء الخير جمال. مساء الخير أمال، ومساء الخير أيها المستمع والمستمعة الكريمة. يا أهلا بك جمال. اليوم سنتحدث عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. حدثنا عن هذه اللجنة جمال. أمال، قبل ما نتكلم عن اللجنة وطرق شغلها وكيفية التواصل معها، أحب أذكر واحتفل مع المستمع الكريم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي صادف يوم 10 ديسمبر الجاري. هذا اليوم هو يفترض أن يكون يوم خاص للإريتريين، لأنه في هذا اليوم نحن نحتفل بناس دفعوا ولا زالوا يدفعون أثمان من حياتهم من أجل أن يكون للوطن الإريتري دور وللمواطن الإريتري حياة كريمة. نعم، هؤلاء أمال كان يفترض يعيشوا زيهم وزي أي واحد، ويتواروا على الأنظار ويبحثوا عن حياة لهم ولأسرهم، ولكن رهنوا حياتهم وأنفسهم في مواجهة الغول، غول الدولة وجلاديها، من أجل أن نعيش نحن في سلام والأجيال القادمة في سلام. فلذا يستحقون منا كل التحية، ويجب أن لا نتعايش مع حالة النسيان الذي يحاول النظام أن يفرضها على الناس. يجب أن يكون هؤلاء متقدين في أذهاننا، ولا يغيبوا لحظة واحدة الشهداء منهم والأحياء، والشهداء الأحياء أيضا. يجب أن يتذكر طه محمد نور وأحمد فرس وكرار أحمد النور وزروا بيده، وعدد كبير من الشهداء الذين سقطوا في الطريق الذي اختطته الثورة الإريترية. كما يجب أن نتذكر هيلة درع ومحمود خالد وأستير استفانوس وبطرس سلمون ومحمد عبد الحليم حمودة وصلاح جرينات وغيرهم. يجب أن تظل هذه الذكرى متقدة، ونبتدع أشكال جديدة من أجل لفت نظر العالم بمأساة هؤلاء الناس ومأساة شعبنا. يجب أن لا نتعايش دائما مع حالة النسيان الذي يحاول النظام فرضها علينا، ونعتبر وكان شيئا لم يكن في إريتريا. يعني على الجميع العمل ليس انتظارا لهذا اليوم، بل في كل الأيام، من أجل لفت أنظار العالم لمأساة شعبنا ومناضلينا في إريتريا. هذا اليوم يجب أن يظل خالدا في أذهان الجميع. أمال. نعم، بالتأكيد جمال. وهنا يعني نود أيضا أن نشيد بجهود المبذولة من قبل الناشطين في مجالات حقوق الإنسان، والتي يعني تسفر عن نتائج مشرفة رغم الصعوبات التي واجهها، ومن ضمنها ما سنتحدث عنه الآن في اللجنة التي شكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق والانتهاكات في إريتريا. نعم أمال، العالم لم يستيقظ فجأة وكون لجنة للتحقيق في جرائم سياسة فورقي وزبانيته، بل كان
هو يعني نتاج تراكمي كبير لجهود كبيرة بذلت من عدد من الأدريين وأصدقائهم في كل مكان. كانوا يدقون الأبواب بصبر وشكيمة وأزالوا أخيرا والحمد لله الوقر الذي يعني يغلف أذان العالم لكي يسمع مننا جميعا الآن الإفادات والمعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، فيجب الاستفادة القصوى من هذه الفرصة التاريخية. على الجميع الآن أن يتجاوز حاجز الخوف والتردد ويرد التحية على الأقل يعني كجهد بتاع مقل لكل الذين واجهوا يعني على القمع والقتل داخل وطننا إريتريا. الجميع دائما يتساءل عن الكيفية بتاع إيصال هذه المعلومة، وأيضا يتساءل عن أنه هل سيكون في مأمن في حياته، سواء كان الناس الموجودين في الداخل أو الناس الموجودين في السودان أو بعض الدول التي لا يؤمن فيها الفرد الإريتري حياته. لهؤلاء كلهم نقول أنه حتى الآن غير هذه التجربة، تجارب أخرى في بلدان أخرى أثبتت أنه المعلومات ستكون بأمان، والشخص الذي سيدلي بهذه المعلومات ستكون المعلومات الأساسية بتاعه هتكون في مأمن ولا يطلع عليها أحد سوى اللجنة أو سكرتارية اللجنة المكلفة بالتحقيق. نعم. المسؤوليات تتفاوت على الجميع المسؤولية، ولكن على الذين مروا بالتجارب المؤلمة يعني والذين استطاعوا الفرار من إريتريا، على هؤلاء تقع يعني مسؤولية كبيرة، لأنه شاهدوا بأم عينهم ما جرى، بيعرفوا الأسماء، بيعرفوا المواقع بتاع السجون، بيعرفوا ما يعني الناس اللي عذبوا الناس بالأسماء وبالرتب، وأيضا يعني بيعرفوا التواريخ. لذا على هؤلاء يعني تقع المسؤولية الأولى. أيضا على جمعة التحرير في الداخل، الشباب والشابات والإخوة والأخوات الناشطين، لأن هؤلاء أيضا يا أعمال هم يرصدوا الحياة السياسية بشكل يومي وبشكل دقيق. لذا كما أبدعوا في إيصال صوته للعالم كما استمعنا إليه في الفترة السابقة، أيضا عليهم إبداع شكل جديد لإيصال هذه المعلومات. الفئة الثالثة المنظمات والأفراد، المنظمات المدنية والأفراد، هؤلاء الناس دي مسؤوليتهم المباشرة لأنه ده شغلهم الأساسي. يجب أيضا يعملوا بحيث تصل أكبر قدر من المعلومات لهذه اللجنة. أيضا على المشتغلين بالإعلام في كل مكان استنفار قواهم الخاصة واستنفار الأصدقاء في العالم من أجل التواصل مع هذه اللجنة. أيضا على المنظمات على التنظيمات عفوا على التنظيمات الإريترية على الأقل توجه عضوياتها، لأنه إيصال المعلومات هنا فردي، يعني هذه اللجنة ما تتعامل مع منظمات سياسية إريترية معارضة، لكن تتعامل مع أفراد. يجب توجيه الأفراد الأعضاء في هذه التنظيمات الإريترية لإيصال هذه المعلومات بأسرع ما يمكن، لأنه الفترة هي فترة يعني شهر تقريبا هي المفتوحة لإيصال هذه المعلومات، وتنتهي في 31 يناير القادم. نعم. أيضا هنا جمال يعني اسمح لي أن أذكر المستمعين أن هذه اللجنة يعني كانت قد شكلت إثر يعني إصدار مجلس حقوق الإنسان في دورته 26 في جنيفا من هذا العام، قرار بتكوين هذه اللجنة لكثرة الشكاوي التي قدمت بحق الحكومة الإريترية لما تمارسه من انتهاكات كثيرة. دعنا أيضا نذكر المستمع الكريم الذي كما قلت عليه أن يساهم بأن يوصل المعلومات عن الانتهاكات، بأنه يمكن إيصال هذه المعلومات عبر البريد الإلكتروني، وسيكون البريد الإلكتروني كما سأتلوه الآن وسنكرر تلاوته خلال هذه الحلقة، وهو coieritrea@ohchr.org. مرة ثانية coieritrea
ohchr.org. فعلى كل من يرغب بإيصال معلومة عن أي شكل من أشكال الانتهاكات التي كان يتحدث عنها الأستاذ جمال، عليه أن يعني يستخدم هذا البريد لإيصالها باسمه إذا أحب أن يذكر أو لا يذكر وغيره من المعلومات. نتابع معك إذن جمال عن مزيد من الإضاءة على هذا الموضوع. أمال، في حاجة مهمة جدا، إنه المعلومات المطلوبة يجب أن تكون بعيد عن أي كلام سياسي ولغوي فضفاض يعني وإنشاء، يعني هذا ما مطلوب. يعني هي 5 صفحات بالعربي، 5 صفحات بالتقرينية، وعشر صفحات بالإنجليزية. يجب أن لا تكون كلام سياسي والحديث عن الديمقراطية والكلام من هذا النوع. يجب أن تكون معلومات، بمعنى اسم أسماء الأشخاص، الشخص يعرفه، تاريخ اختفائهم، من أي مدينة هم، عمر المختفي كم، وظيفته كانت شنو، من وين اختفى، من الجهة اللي اعتقلته أو اللي أخفته أو إلى آخره. يعني معلومات يعني عادية شخصية للأفراد. في ناس كانوا في السجون وشافوا ناس يتم تعذيبهم، ممكن أقول أنا فلان الفلاني شفته بتاريخ فلان الفلاني في تاريخ كذا، وكان تحت التعذيب وكان وضعه صحي كذا، يعني هذه هي المعلومات المطلوبة. جميع أنواع الانتهاكات بما فيها الإيخاف عن العمل، المنع من الدراسة، المنع من حتى الأفراد طبعا يتم منعهم من السفر، ممكن يقول أنا فلان الفلاني وتم منعي بتاريخ كذا من السفر لي كذا، المنع من العلاج في الخارج، هذه كلها انتهاكات. الزواج القصري، حالات الاغتصاب، والآن الشيء الجديد والغريب في الموضوع أنه داخل هذه السجون والمعتقلات اللي هي تحت الأرض وفي حاويات وكونتينرات بتم عمليات اغتصاب، ودي حاجة جديدة في التاريخ السياسي القمعي في النظام القائم في إريتريا. هذه 5 صفحات يجب أن تتضمن معلومات وافية. أيضا اسم الشخص المرسل يجب أن يكون اسمه بصريح بالصريح وعنوانه ورقم تليفونه، لأنه قد تحتاج اللجنة للاتصال بهذا الشخص للاستفسار منه أو لمزيد من المعلومات. وبالتالي اسمه وعنوانه ورقم تليفونه والإيميل طبعا بالطبع هيكون موجود، يجب أن يكون واضح ومحدد للجنة، وإلا اللجنة ما حتتعامل مع أسمع ناس وهميين، يعني حتتعامل مع أفراد بعينهم حتتواصل معهم. في مسألة مهمة جدا، إنه في ناس عندهم صور، في ناس عندهم وثائق، في ناس عندهم فيديوهات، في ناس عندهم يعني أشكال زي دي من أو المعلومات موجودة في أوضاع زي دي. على هؤلاء أن يتصلوا باللجنة بالسكرتارية، والسكرتارية حتوريهم كيف ممكن يوصلوا الحاجات دي لجنيف. يعني حتكون في معمل وكيف ممكن تصل، يعني أحيانا صوت وأحيانا صورة متحركة إلى آخره، هذا يتفق عليه مع اللجنة. إذن هنا نذكر أيضا أستاذ جمال بأن المعلومات يجب أن تكون محددة بحوادث معينة كما ذكرت، وأن تقدم باسم الشخص وعنوانه. يعني ما يعني جمال، يعني ما التأكيد على أن اسم الشخص، لن الشخص المقدم المعلومة لن يكون عرضة لأي نوع من الخطر، يعني كونه أنه أدلى بهذه المعلومة أو غيره؟ هذه ليست أول مرة يعني يتم فيها تحقيق في قضايا حقوق الإنسان في العالم. قبل كده في بلدان عدة تم تطبيقها. هذه اللجنة تؤكد على أن هذه المعلومات حتكون خاصة فقط باللجنة ولا يطلع عليها أحد، وهي من الحاجات السرية. وبالتالي نطمن المجتمع الكريم أنه هذه المعلومات عن الأفراد الذين سيدلون بهذه المعلومات ستكون سرية تماما، يعني لا يطلع عليها أحد، وده كلام يعني نعم. ليس هذه أول مرة، بل زي ما قلت إنه يعني تم تطبيق هذا الأمر في عدد من القضايا المشابهة في العالم. نعم. ونذكر مرة أخرى بالبريد الإلكتروني للجنة حيث يمكن أن يرسل مباشرة إليها، وهو coiritria
at ohchr.org. إذن نناشد كما قلت أستاذ جمال الجميع أن يشارك في نشر هذه المعلومات ومشاركتها مع لجنة تقصي الحقائق. نعم، نذكر أيضا إنه هذه المعلومات يمكن إرسالها باللغات الثلاثة أو أي لغات أخرى، لأنه في جهة بتاع ترجمة سوف تترجم، يعني ممكن تكتب بالتغرينيا وبالعربي وبالإنجليزية، فليس شرطا موضوع اللغة لأنه في مترجمين لهذه المعلومات. فقط نذكر مرة أخرى إنه الكلام السياسي الفصاد والإنشاء غير مطلوب، المطلوب هو يعني تقديم معلومات عن أفراد اختفوا وممارسات ضد انتهاك حقوق الإنسان وممارسات يومية لأجهزة الأمن والشرطة والآخر والأفراد، يعني يمكن التصريح باسم الفرد الذي قام بهذه الانتهاكات باسمه ورتبته وموقعه والمكان الذي مارس فيه هذا الأمر الإنساني. يعني أي حاجة بتعتقد الإنسان إن هي ضد حقوقه وضد ممارسته لحياة حرة كريمة يجب الإدلاء بها مهما كانت صغيرة. نعم نعم. أيضا أهمية الموضوع جمال أنه الحكومة الأردنية تنفي دائما وجود هذه الانتهاكات وتقول أنها غير صحيحة ولا يوجد ولا يوجد، فهذه فرصة تاريخية لكل أبناء الشعب الأردني الذين يعانون من هذا النظام ومن انتهاكات حقوقهم كما قلت لإثبات العكس بحوادث حقيقية وبأسماء حقيقية مدونة. فنرجو من الجميع كل من يصله هذه المعلومة أن يوصلها إلى من يهم الأمر وأن يشاركها عبر تواصله مع اللجنة. إذن جمال، ماذا أيضا يمكن أن نضيف على هذا الموضوع؟ المجموعات الموجودة في صفحات الفيسبوك التويتر إلى آخره، الترويج لهذا الموضوع وتسهيل يعني التعقيد فيه والترويج له خلال هذه الفترة أعتقد سيساهم بشكل أفضل وسيزعج فعلا النظام، وإنه شعب كامل يقف وراء هذه، هو على استعداد، شعب كامل على استعداد لتقديم هذه المعلومة لهذه اللجنة الدولية خلال الفترة اللي قلناها اللي هي فترة يعني 30 يوم لا غير. فنرجو الجميع الاستفادة من وسائل الإعلام ووسائل تدفق المعلومات الموجودة الآن لعكس معاناة شعبنا ووضع حقوق الإنسان في إريتريا. هذا ما يمكن أن أقوله أخيرا أمال. أشكرك جزيل الشكر جمال، وأكرر مرة أخرى العنوان البريدي لهذه اللجنة لكي لا يفوت على أحد، وهو coieritrea@ohchr.org. إذن أشكر لك جزيلا زميلي جمال على إلقاء الضوء على هذا الموضوع المهم، ونتمنى أن ينتج يعني نتائج تدفع باتجاه تحقيق إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في إريتريا. شكرا لك يا أمال وشكرا للمجتمع الكريم. يا هلا، شكرا.
البحر وانت السفل الكيني حبر سعر انت السفل الكيني لولا البحر وانت السفل الكيني حبر سعر وكل سفل لا روح لحتر السماير وكاني صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، وبما أننا نعكس على لجنة تقصي الحقائق في هذه الساعة من صوت المنتدى، نقدم لكم الآن قراءة من مبادرة الموقع الإعلامي الذي يديره الإعلامي والحقوقي ياسين محمد عبد الله، والذي كتب بعنوان التعاون مع لجنة تقصي الحقائق من أجل توثيق الانتهاكات، زيادة الضغوط على النظام ومنع الإفلات من العقاب. أصدر مجلس حقوق الإنسان في دورته 26 في يونيو من عام 2014 قراراً بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. ستقدم اللجنة تقريراً شفوياً للمجلس في دورته 28 في مارس من عام 2015، وللجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 70 في أكتوبر القادم. كما ستقدم اللجنة تقريراً مكتوباً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 29 في يونيو من عام 2015. وقد قام رئيس مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 26 من سبتمبر عام 2014 بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة من البروفيسور الإسترالي مايك سميث، وهو مساعد سابق للأمين العام للأمم المتحدة وأستاذ لمكافحة الإرهاب، والمحامية والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إريتريا من موريشوس شيلا كيثاروس، والغني البروفيسور فيكتور دانكوا أستاذ القانون الدولي. أعلنت اللجنة بتاريخ 20 من نوفمبر موجهات عملها والكيفية التي ستتلقى بها المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والجماعات والمنظمات. حسب إعلان اللجنة، فهي ستتلقى المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان حتى منتصف ليل 31 من يناير القادم 2015. بالنسبة للرسائل التي ترسل بالإنجليزية، يمكن أن تكون في حدود 10 صفحات، بينما يمكن الكتابة بالعربية أو التيغرينية لكن في حدود 5 صفحات فقط، وذلك غالبا بسبب الحاجة إلى الترجمة لهذه الرسائل إلى الإنجليزية. يجب على الشخص الذي يكتب إلى اللجنة أن يضع رقم هاتفه حتى تتصل به اللجنة إذا أرادت الاستفسار أو المزيد من المعلومات. وقد تعهدت اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات وهوية الشخص الذي أرسلها إذا طلب الشخص ذلك في رسالته. أهمية التعاون مع اللجنة. يشكل مجلس حقوق الإنسان لجان تقصي حقائق في انتهاكات حقوق الإنسان في حالات نادرة ترتبط بجسامة الانتهاكات وبرفض حكومة البلد المعني التعاون مع الآليات الدولية المعنية بمراقبة وتعزيز حقوق الإنسان.
عمل هذه اللجنة مهم جدا بالنسبة لتحسين وضع حقوق الإنسان في إريتريا ولإيقاف الانتهاكات. سيرفع تقرير اللجنة الذي ستشكل المعلومات المقدمة من الأفراد والمنظمات جزءا أساسيا منه إلى كل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وفي حال رفض النظام التعاون مع اللجنة واتضح من التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، يمكن للجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن توصي كما فعلت في حالة كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي بتحويل الملف الإريتري إلى الجنائية الدولية متضمنا أسماء الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وسيكون توثيق اللجنة ضروريا أيضا وطنيا حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات في المستقبل، كما يمكن استخدامه للجوء للقضاء الوطني الإقليمي والدولي. إن المسؤولية الوطنية والإنسانية تحتم علينا تقديم المعلومات التي بحوزتنا لهذه اللجنة وتشجيع الآخرين ومساعدتهم على فعل ذلك. ما هي الانتهاكات التي يمكن أن نكتب عنها إلى اللجنة؟ اللجنة معنية بالتقصي في أي انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في إريتريا منذ نيل البلاد استقلالها في مايو عام 1993. وكمثال على هذه الانتهاكات التي ارتكبها النظام، منع المواطنين من حقهم في حكم أنفسهم، تقييد الحريات العامة والصحفية، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، الاحتجاز في ظروف قاسية، القتل خارج القانون، الحجز في الخدمة الوطنية لأكثر من الفترة القانونية والتي تبلغ 18 شهراً، الإجبار على المشاركة في الميليشيات المسلحة، المنع من السفر، الاغتصاب، تجنيد الأطفال والقيود المفروضة على الحريات الدينية. اكتبوا إلى اللجنة وساعدوا من لديهم معلومات بالكتابة إليها على البريد الإلكتروني coieritrea@ohchr.org. المصدر موقع مبادرة بقلم ياسين محمد عبد الله.
تسبك ساقم وتسحاق وتداقم ولا تسبك ساقم وتسحاق وتداقم سرير ريم ريكو فوق ما ينحب رابر سرير ريم ريكو وحنا برتمادم ولد أحبو تاتو الآلي ولد برور قادم شانت من بكم ما ومن طول نقم ما شانت من بكم ما وليل سلم ما ووريحكم سلم ما وربي اللي سلم ما حتى حال الرياح والآلي لالي نتحلى ما ساحل من تدري فاولت السفل لها ساحل من تدري فاولت السفل لها قلت مرسي قلبوب وشعب وقف لله قلت مرسي قلبوب وشعب وقف لله قلت خبر هدات الالي موداي كفو الله سوم للالي صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء وصول وفد بريطاني إلى أسمرة للتباحث مع حكومة إسياس في مسائل الهروب المتزايد للشباب. البرلمان الدنماركي يدعو للتحقيق حول قرارات وزارة العدل بشأن طالبي اللجوء الإريتريين. اللاجئون الإريتريون والسوريون لعام 2014 يشكلون 50% من عدد اللاجئين الوافدين إلى دول الثراء السياسي والأمني والاقتصادي. ومنظمة العدل الدولية لحقوق الإنسان تقول بفشل المفاوضات المصرية الإثيوبية حول مياه النيل واحتمال شراء السعودية ومصر لجزر إريتريا. الأخبار بالتفصيل. على خلفية الاجتماع الذي عقد في روما بإيطاليا في الأول من ديسمبر الجاري بهدف التفاكر والتباحث بين الدول الأوروبية ودول القرن الإفريقي في قضايا اللجوء والإتجار بالبشر، والذي ضم وزراء من دول الاتحاد الأوروبي ونظائرهم من دول المصدر بدول القرن الإفريقي، على خلفية ذلك بعثت بريطانيا بوفد إلى أسمرة للتباحث مع الحكومة الإريترية في الأسباب التي تؤدي إلى هذا الكم الهائل المتزايد من اللجوء بأوساط الشباب الإريتري من بلاده. وأشارت مصادر المنتدى إلى أن حكومة أسمرة والوفد البريطاني الزائر تحدثا مطولا حول المسببات والدوافع التي تقف خلف ظاهرة اللجوء المتدفق وخاصة للشباب، وناقش الوفد الآليات التي تحد من فعالية مجموعات الإتجار بالبشر. يذكر أن وزير خارجية إسياس السيد عثمان صالح كان قد خاطب هذا المؤتمر بقوله أن حكومته تدين الإتجار بالبشر وأنها على استعداد لتقديم ما بيوسعها لمحاصرة هذه الظاهرة. أما متابعون للمشهد السياسي بالقرن الإفريقي يضعون مقاربة مماثلة بين الوفد البريطاني الزائر والوفد الدنماركي الذي زار أسمرة من قبله، وأوضحوا أن بعض الدول الأوروبية تسعى لتحقيق مصالحها الوزارية والانتخابية الخاصة بغض النظر عن الكثير من اللافتات التي ترفعها والأخذ بأي مبرر يعفيها عن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية حيال قبول طلبات اللجوء. كما عبروا للمنتدى عن دهشتهم وصدمتهم في بحث مسائل يعلم مسبباتها القاسي والدني، وكذا عن استغرابهم من إهمال السياسات الخريبة والمدمرة للأوطان والمواطن بدول المصدر والبحث عن مشاجب نستهجنها وندينها بدورنا، إلا أنها في النهاية جزء من حلقات مكملة للحلقات الأساسية الطاردة من الأوطان والمشكلة لجذور ظاهرة اللجوء.
ذكر موقع دوليس الإلكتروني بأن أغلبية النواب في البرلمان الدنماركي طلبوا بالتحقيق حول مشاركة وزيرة العدل الحالية ميتي فريدرسكون وسلفها كارين هيكروب في القرارات الأخيرة المتعلقة بطالبي لجوء الإريتريين. وقد حظي الاقتراح بالتحقيق بدعم من أغلبية سياسية برلمانية تتألف من حزب الوحدة وحزب الشعب الاشتراكي وحزب الشعب الدنماركي. وقد طلب وزير العدل البرلمان للحصول على تقرير من دائرة الهجرة حول القضية، إلا أن الأغلبية البرلمانية دعت إلى التركيز على دور آخر لوزيرين سابقين على تعقب على وزارة العدل والنظر في تعاطيهم مع قضية طالبي اللجوء الإريتريين. وقال متحدث باسم الحزب الليبرالي لاديرا في طلب تقرير من دائرة الهجرة: ولكننا نريد أيضا شرحا لدور الوزير لأنه مسؤول سياسيا عن التقرير، وأنه صدق على التقرير الذي عدته دائرة الهجرة وأشاد به في بيان صحفي. وعلى ضوء ذلك انسحب البروفيسور جايم كبرأب من تقرير دائرة الهجرة الدنماركية، وهو المصدر الوحيد الذي ورد اسمه في التقرير. وعبر الدكتور جايم كبرأب عن استيائه لما وصفه بعدم الأمانة وإساءة التصرف في إفاداته من قبل المسؤولين الدنماركيين. وكانت دائرة الهجرة الدنماركية قد أعدت من قبل تقريرا لنتائج ما عرف ببعثة لتقصي الحقائق إلى إريتريا للتحقق في الوضع الأمني، وخلص التقرير إلى أن الخدمة الوطنية في إريتريا ليست مخاطرة تستدعي الهروب، ووصفها بأنها مزيج من الخدمة العسكرية والعمل من أجل الدولة والحكومة، بما يعني أن إعادة طالبي اللجوء من الدنمارك إلى إريتريا لا يعرض حياتهم للخطر. وحسب صحيفة بوليتيكا، فقد قالت مقررات لجنة الهجرة بالبرلمان أنه من الضروري معرفة كيف تعاطي الوزارة مع القضية، مشككة في أن دائرة الهجرة حاولت تنفيذ رغبة الحكومة من خلال التقرير. دعا الممثل السامي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عبر خطابه الموجه للمجتمع الدولي عامة والدول الغنية خاصة إلى الاهتمام أكثر بالمسائل الإنسانية الملحة في الحماية والرعاية التي يتطلبها حال اللاجئين، خاصة وأن هؤلاء اللاجئين دفعوا دفعا من أوضاع قاسية ببلادهم واجتازوا مخاطر جمة فرارا مما تركوه خلفهم من انسداد الأفق السياسي والاقتصادي. جاء حديث الممثل السامي للاجئين في اجتماع شارك فيه عدد من مسؤولي الدول المعنية وكبار ممثلي موظفي الإغاثة الأممية وضباط حرس الحدود البحرية، فضلا عن مناصري ومحامي منظمات حقوق الإنسان وأكاديميين وخبراء. تبادلت الجهات المشاركة في الاجتماع خلال يومين الآراء والمقترحات ذات الصلة بسيل تدفق اللجوء، والمجتمعون أشاروا إلى تفهمهم للأثر السالبة للجوء بدول الاستضافة في أمنها واقتصادها ومجمل المضاعفات التي تترتب على ذلك. ومع هذا المسؤولية الإنسانية المشتركة والعهود والاتفاقات في هذا الصدد تحتم ضرورة أن تراعي هذه الدول المضيفة المعاناة القاسية والحقيقية التي تعرضها إليها هؤلاء اللاجئين في بلدان المصدر من قهر سياسي وأمني وبالتالي اقتصادي. لهذا نشد الممثل السامي الدول الغنية كافة كي تؤمن لهؤلاء اللاجئين قدرا من الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية والكرامة الإنسانية التي افتقدوها في دولهم. وأوضح الممثل السامي بأن عام 2014 شهد 384 ألف لاجئ إلى أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وجنوب شرقي آسيا، وذلك عبر طرق خطرة ومحفوفة بالمآسي. وقال أن احتمالات الهلاك فيها كانت أكبر بكثير من احتمالات النجاة، وهم الآن قيد عمليات وإجراءات طلب اللجوء. 205,000 من هؤلاء أبحروا عبر المتوسط إلى أوروبا، وأن 80,000 لجأوا إلى السعودية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، و55,000 إلى جنوب شرق آسيا. وأردف قائلا أن نصف هؤلاء اللاجئين هم من إريتريا وسوريا، كما استطرد مناشدا وموصيا بضرورة أن تنظر الدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين إلى الأسباب والجذور لظاهرة اللجوء وبحث المعالجات السليمة والدائمة عبر التحقيق المستفيض في المسببات الحقيقية التي تقف خلف موجة اللجوء للأفراد من دول المصدر كالأسباب السياسية والأمنية، بدل الحلول القصرية المؤقتة المتمثلة في الإعادة إلى بلدانهم الأصلية دون انتفاء الأسباب الطاردة لهم في الأساس.
علاوة على هذا، نوه على أهمية أن تتحمل الدول المعنية دورها الإنساني في إنقاذ اللاجئين الأفارقة في البحر المتوسط، منتقدا التراخي الذي ظهر مؤخرا في التخلي عن إنقاذ اللاجئين الذين يتعرضون إلى الغرق في البحر المتوسط، خاصة وأن هذه الإجراءات والتدابير لا تحد ولا توقف من ظاهرة تدفق اللجوء من إفريقيا. أكد تقرير لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان أوردته صحيفة الحدث اليمنية أن فشل المفاوضات مع إثيوبيا حول حصة مصر للمياه النيل وأزمة سد النهضة الإثيوبي ينذر بكارثة فعلية واندلاع حرب بين مصر وإثيوبيا بعد اكتمال بناء السد، رغم مساعي الحكومة المصرية لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة. وأشارت المنظمة أن المفاوضات الدبلوماسية حول مشروع سد النهضة الإثيوبي ربما تفشل في تغيير الموقف الإثيوبي وإصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة. ولفت المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي أن هناك كثير من الاحتمالات المؤكدة لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد 4 سنوات، من بينها إقدام مصر على نشر قوات عسكرية في السودان، وهو احتمال ضعيف في ظل اتفاقيات موقعة بين نظام البشير وإثيوبيا. والاحتمال الآخر هو نشر قوات مصرية بجيبوتي والصومال أو بناء قواعد عسكرية مصرية خليجية هناك وفق اتفاقية الدفاع المشترك. وأكدت المنظمة أن مصر والسعودية ربما تقومان بشراء أو استئجار مجموعة من الجزر الإريترية المطلة على البحر الأحمر لصالح الجيش المصري، وذلك لضرب إثيوبيا عسكريا في المستقبل حال استمرارها في بناء سد النهضة الإثيوبي، لأن إثيوبيا دولة حبيسة ليست لها منافذ على البحر الأحمر لشن حرب ضدها عبر مياه البحر الأحمر. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الساعة نشكر لكم حسن المتابعة، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي وزملائي في الإذاعة وإلى اللقاء.